صباح الخير على كل مستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب، كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم ومن خلال برنامج المراه بامتياز لالا مولاتي. اليوم من خلال فقرتنا في شيوات لالا مولاتي فغادي تشارك معنا المستمعه ام محمد عبدو، غادي نتعرفوا على الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجد لنا، كذلك غادي نتعرفوا على شكون الفائزات المحظوظات الفوز معنا اليوم في المسابقات اليوميه واللي كيمنحكم الفوز بهدايا من ذهب طيله يعني خلال الشهر، وغادي يتم كذلك اختيار الفائزه او الفائز المحظوظين الفوز بهاتف ذكي واللي الصوره المعبره اللي بعثوا لنا في صفحه يعني ديال الفيسبوك لالا بلوس حصدت اكبر عدد من المعجبين من لي لايك. ف يعني ان شاء الله خلال البرنامج غادي نتعرفوا على شكون اللي فاز معنا من خلال المسابقه بهاتف ذكي، واكيد في موعد ثابت ككل يوم خميس رفقه الدكتوره صابرين الشتوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اليوم موضوعنا حول الاضطرابات والصعوبه في النوم الارق، وغادي نعرفوا معها شنو هي التغذيه المفيده للنوم المريح وشنو هي التغذيه اللي خاصنا نتفاداوها قدر الامكان واللي كتزيد من اضطرابات ومن صعوبه في النوم اي الارق. الى عندكم اي تساؤلات تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12 على 05 22 88 00 60 61 62. لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا الاولى فقرتنا شهيوات لالا مولاتي. كنجدو ترحاب وتحيه صباحيه لكل المستمعين الاوفياء وخاصه العدل، تحقوا بنا لحظه وغادي نمشيو مباشره لشهيوات لالا مولاتي عند المستمعه ام عبدو، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات والشهيوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير ام عبدو. صباح الخير اختي. لاباس عليك؟ صحيح لاباس الحمد لله. كيف صبحتي انت؟ لاباس عليك الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا بالمشاركه ديالك معنا اليوم. ربي يخليك اختي، شكرا. الله يبارك فيك. كنوجه لك تحيه وكنوجه التحيه للطاقم اللي معاك. مرحبا. وكنوجه تحيه للاسره ديالي الصغيره والكبيره وشكرا اختي. الله يبارك فيك، صباحك مبروك ومرحبا بالمشاركه ديالك. نبداو على بركه الله ان شاء الله باش نربحوا الوقت ونتعرفوا على الاقتراحات. ان شاء الله غادي نعطيكم غراتان بالبطاطا. ايه. وكيكه القرع الاحمر او اليقطين. صينيه سمك السردين اللي كتجي هي زوينه. واخا ان شاء الله. بالنسبه للغراتان ديال البطاطا عندنا في المقادير 3 ديال البيضات. ايه. وراس معلقه صغيره ديال البزار. شويه ديال الملح، قريصه ديال السودانيه، السودانيه كتبقى اختياريه كاين اللي مكيبغيش الحار. ايه. وواحد راس معلقه ديال الكمون، واحد ايه تفضلي، وواحد رشيشه ديال الكوزه، وواحد حبه ديال الزعتر. ايه. وبصله متوسطه ديال الحجم اللي تكون مشلضه، وزيت الزيتون ولا زيت الزيتون وزيت المائده المهم. ايه واخا. صافي كناخذ البصله والبطاطا. البطاطا عندي 4 ديال البطاطا متوسطين محكوكين في الحكاكه، الحكاكه متوسطه ماشي ديك الرقيقه. اها ايه مفهوم. صافي كناخذ واحد المقيله وكنشحر فيها ديك البصله مع شي مع ديك التوابل، شويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه. ايه. والصدر ديال الدجاج حتى هو نسيته. الصدر ديال الدجاج واخا. صافي ملي شحرت البصله كنضيف عليها داك الصدر ديال الدجاج والتوابل اللي قلنا، داك الزعتر شويه ديال الملحه وواحد الحكه ديال الزعتر والكوزه. صافي ملي شحرته كناخذ هذيك البطاطا ديالي وكنوضع لها حتى هي داك التوابل اللي ذكرتهم في الاول. ايه. كنزيد ليهم 3 ديال البيضات، هذيك البطاطا كنزيد ليها 3 ديال البيضات. والفرماج الاحمر محكوك الاحمر ولا إيه؟ اي نوع الفرماج واخا التزيين من الفوق. إيه. صافي وديك الكوزه اللي قلنا. صافي كنخلط كل شيء وكناخذ المول ديال الزاج اولا، المهم المول كيف ما كان من الاحسن يكون ديال الزاج. ايه. كندهن فيه كندهن بشويه ديال الزيت
صافي. وكان نصب عليه داك البطاطا، كنقسمها على جوج، كنصب كمية ديال البطاطا. الكمية الأولى كنفرشها هي الأولى، كتطلق شي شوية د الماء، ولكن ملي كندخلها كتنشف. للفران راه كتنشف، ما كيبقاش داك الماء اللي ايه بقاتو. صافي. وكناخد داك الصدر ديال الدجاج كنفرغوه، هو في الوسط غادي يكون هو الطبقة الوسطانية، ايه واخا. وعاد كنزيد عليه طبقة أخرى ديال البطاطا. صافي. وكندخلو للفرن اللي عندي مسخن من قبل، وكنخليه يطيب، وكنزينو بالفوق بالفرماج محكوك، ايه وصحة وراحة، الله يعطيك الصحة. كيجي زوين. ايه نمشيو لاقتراح تاني. بالنسبة للكيكة ديال القرعة ديال الأحمر القرعة الحمراء. ايه ايه فيها جوج خميرات ديال الحلوى، ستة المعالق ديال السكر، ايه واحد فاني أو معلقة ديال الفاني صغيرة، وست ديال المعالق ديال الزيت، ايه وجوج بيضات. ايه تفضلي كنسمعوك، تفضلي. وستة المعالق ديال عصير البرتقال، وثمانية ديال المعالق ديال الطحين، أو الطحين تبقى على حسب الخليط. ايه على حسب الخليط. بالنسبة للكريمة اللي غادي نزيد نديروها من فوق الكيك، فيها واحد ياغورت ديال الخوخ، وميتين وخمسين غرام أو ربع ديال القرعة الحمراء، وجوج معالق ديال المايزينا أو النشا، وجوج معالق ديال السكر، وكاس ديال العنبة عامر، بعصير البرتقال، وواحد فلون ديال الخوخ. ايه واخا. صافي. كناخدو القرعة ديالنا، هي الأولى كنسلقوها كنحطوها تسلق، وكندوز نحضر الكيك. كنوضع بطبيعة الحال هاد البيض والسكر والفاني، كنخلطهم هما الأولين، من بعد كنزيد المكونات الأخرين. ايه ديال الكيك. ايه كنزيد العصير والعسل ديال البرتقال والدقيق على حسب الخليط وخمارة. صافي. وكندخل الكيك ديالي يطيب في الفرن اللي بارد، الفرن ما تنسخنوش، بارد. ايوه وهي هو كيسخن الفران والكيكه كطيب. ايه وتيكون ناقص باش كطلع لينا الكيكه على خاطرها، وكتجي زوينه. نمشيو دابا الكريمه. وكنمشيو نحضروا الكريمه. ايه بالنسبه للكريمه كنديروا هذاك كناخذ خلاط المونينيك. ايه الكاس الخلاط الكهربائي. ايه كندير فيها داك القرعه اللي سلقناها، وكنخلي فيها واحد جوج كيسان ديال الماء، يعني ما كنشفلاش الماء ديالها. ملي نكونوا كنسلقوها ايه غير يقلل ليها الماء، وهذاك الماء هو كطحنيه مع القرعه. ايه واخا. وكنزيد ليها تتبرد شي شويه. ايه وكنزيد ليها داك الياغورت ديال دانون ديال الخوخ. ياغورت ديال بنكهه الخوخ. ايه وهذاك فلون كراميل، وجوج معالق ديال السكر. صافي. وعسل البرتقال كاس، قلنا كاس عامر. ايه صافي. كنخلط كل شيء، ونشا نشا جوج معالق. كنخلط كل شيء وكنديرو فوق البوطة حتى كيتعقد لي شي شويه الكريمه، ماشي تتعقد غير شي شويه تتعقد. ملي تيخرج الكيك تنصب عليه هاد الكريمه هادي، وكنزينو بالزيت اللي بغيت، المهم حتى يبرد عاد عاد نزينوه، كندخلو الثلاجه حتى يبرد، وكنقدمو تيجي حتى هو زوين. هي الله يعطيك الصحه. كيكه ديال القرعه الحمراء يعني زوينه، غتجي مميزه، والطريقه ديالها سهله. ايه صحيه للدراري اللي ما كياكلوهاش. ايه واخا الله يعطيك الصحه. شكرا. نمشيو للسردين ياك. بالنسبه لصينيه السمك السردين، فيها كيلو ديال السردين، المهم دائما السردين على حسب الكميه اللي بغينا. ايه كنحيدوا ليه السنسول، وكنقيوه، وكنطحنوه في الطحانه ديال المطيشه، من الاحسن حيت الطحانه ديال المطيشه داك الشوك ديالو، داك الشوك ديالو كيبقى الفوق، ما كينزلش لينا لتحت. ايه وواحد شويه ديال الشحمه محكوكه في الحكاكه الرقيقه، الشحمه من جهه الكلوه. ايه من الاحسن تكون عندنا جامده في الفريغو، واش تبغي تحكي لينا في الحكاكه الرقيقه. ايه صافي. والعطر شويه ديال العطريه ديال الكفته. ايه وطريقه ديال السودانيه، وراس معلقه ديال الابزار، راس معلقه صغيره ديال التحميره، والملح تيبقى على حسب الذوق.
وراس معلقه صغيره ديال صافي هادشي هادو هي العطريه وصافي قليل من القزبر والمعدنوس ايه وبصله صغيره تكون محكوكه حكاكه رقيقه ايه صافي كنخلطوا المكونات ديالي مزيان وكناخذ واحد الكميه تكون وفيره ديال البصله اللي كنشح اللي كنقطعوها جناوح جناوح المهم كنقطعوها بشكل طولي جنيحات طوال ايه تكون مشلضه يعني رقيقه صافي كنخلط المكونات ديالي مع بعض مزيان وكناخذ من الاحسن هذاك المقله ديال ديك الوجديه الا ما كانتش نديرو المول ديال الزاج ايه من قبل كناخذ هذه البصله هذه كنشحرها في شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح تنزل شويه تنزل كناخذ المقله الطاوله اللي غادي تدخل ليا الفرن وكندير فيها البصله كندهن شويه الزيت وكندير فيها البصله ديالي اللي شحرتها من بعد كناخذ ديك الكفته اللي كنشكل منها كويرات صغار هي مفهوم صافي وكندخلها للفرن وكنقص عليها العافيه الفرن بطبيعه الحال مسخن كنقص عليها العافيه وكنخليها طيب كيجي هذا الطبق زويون ايه ومتكامل الله يعطيك الصحه متكامل شكرا ديوا سهله تبارك الله عليك ام محمد عبدو شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك وعلى هذه الاقتراحات اللي وجدتينا اليوم واول مشاركه لك ومرحبا بك في اي وقت وكنتمنى اللي كيسمعني يدخل القناه ديالي شهوات ام عبدو شكرا ان شاء الله الله يوفقكم تحيه كبيره ليك فنتمنى تكون وصلتكم هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا ام محمد عبدو وعلى راسهم يعني الكيكه بالقرعه الحمراء وبهذه الكريمه اللي اكيد غتجي مميزه وندخلوا هكا الخضر والفواكه في بزاف ديال الافكار باش الوليدات ياكلوهم بكل سهوله لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره تعرفوا على شكون المستمعه اللي ربحت معنا في المسابقه اليوم واللي خلال الشهر في نهاية الشهر مستمعة محظوظة غتفوز يعني بطاقم ديال الذهب ونتمنى حد سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. إذا نواصلوا رفقة فاطمة عطوف من الدار البيضاء ونتعرفوا على المقادير والطريقات ديال أول اقتراح واللي هو الرز بالدجاج. أيه أول حاجة كنشدوا الدجاجة ديالنا تكون فيها كيلو ونص على حسب العائلة الأفراد الأسرة كنشدو الدجاجة راه كلشي كيعرف كيفاش يغسل الدجاج كنشدو الطنجرة ديالنا كنعملو فيها دجاج يكون بحيد لي جلدة ديالو كنعملو نحكو فيه التومة نقطعو شي نص حامضة نحيدو داك اللب ديالها ونقطعوها طريفات نحكو واحد ربعة طريوز ديال التومة ومعلقة كبيرة ديال الكامون كبيرة حيت هو كيبغي الكامون بزاف هذا المقادير وضامة البنة ديال البقري حيت بغينا ننوعو شوية وشوية ديال الزيت البلدية صافي وكنشحرو هادشي كلشي في الطنجرة ديالنا وكنزيدو عليها ضامة ديال الزعفران صافي وكملي كيتشحر هادشي كنقطعو عليه شوية البوطة باش يدخل لي القامة ديالو من بعد صافي كنزيدو عليه كاس ديال الماء كاس ديال الماء غير صغير صافي وكيطيب فيه كتسدي الطنجرة ديالنا صافي وكيطيب غير بالمهل باش يلا يطيب مزيان صافي ملي كيطيب الدجاج هو كيبقى أطا كنمشيو ندوزو الرز الرز كنشدو بصلة مشلضة بصلة كبيرة مشلضة كنديرو شوية ديال الزيت الزيت العادية زيت رومية كنزيدو عليها هاد البصلة مشلضة وشوية ديال الملحة غير شوية وشوية ديال الإزار وضامة ديال البقري حيت داكشي علاش ما كثرناش الملح حيت الدامسي كتكون هي فيها العطريه كامله كنديروا شويه الدامسي وشويه ديال الزيت فين يتشحر داكشي صافي من بعد كنزيدوا عليه ضامة ديال الزعفران وكنخويو جوج زلاف كبار هذوك اللي كنشربوا فيهم حريره ايه جوج زلافات كبار ديال الرز صافي كنخلطوا داكشي بالمعلقه من بعد كنزيدو هادوك جوج ليف اللي عبرنا بهم الرز كنعبرو بهم جوج ليف ديال الماء من بعد صافي ملي كينساجم داكشي كنسدو عليه الطنجره ونقصو البوطه تكون مهيله واحد ثلث ساعه صافي كمنين نطفيو عليه كنلقاو الرز ديالنا صافي هو هذاك حدو قدو يعني المشرب صافي مني صافي كنوجدو كنحطو في الطبسيل ديالنا صافي كيكون كامل كنحطو فوقو الدجاج من الوسط صافي وكندردرو عليه شويه ديال الربيع مقطع
اييه الله يعطيك الصحة. اوكي تقدم الصحة والراحة. اييه خفيف وسهل. لا دغيا كيوجد. لا جاو الضياف على غفلة في الليل دغيا توجدي اليوم. اييه بصح فعلا هي حاجة سهلة وخفيفة. هي كتوجد. لا دغيا. نمشيو للاقتراح الثاني اللي هو حلوة على على شكل الشوكولات اللي هو معروف. اييه. بلا ما نذكروا الاسم. اييه واخا تفضلي. من بعد صافي كنشدوا ربعة ديال الزبدة. راه الزبدة كلها باش كيتخدم. كاس ونص ديال السكر كلاصي. كاس ديال العنبة راه معروف، وكاس ونص ديال الزيت، وبكية ديال النشا، وربعة ديال اللوز يكون مفسخ ومقلي، ورشة ملح، كنشدو والفرن حسب الخليط، وجوج بكيات ديال الفاني هذاك إديال، صافي. من بعد كنشدو ديك ربعة الزبدة مع كاس ونص ديال السكر كلاصي مع كاس ونص ديال الزيت وبكية ديال النشا وشوي ورشة ملح وفرن حسب الخليط وجوج صاشية ديال الإيديال، ايه كنمعكو هادشي مزيان حتى كينشازم الخليط مزيان. صافي من بعد كنشدو نكوروها، كوروها غير صغيرة على ايه حسب ايه الشوكولاتة. قد شوكولاتة صافي، وكنعملوها في اللاطة تكون مفرشة بكابيس الفوريزي، ونستفوها في اللاطة وندخلوها للفران. طيب راه دغيا كتوجد صافي. ومن بعد من نكوروها هذيك اللوزة اللي قلينا كنخشيوها الوسط، ايه كتكون ملي دابا كتخشى الوسط كنعاودو عاوتاني نكوروها باش تبقى هذيك اللوزة لينا الوسط صافي، وكنستفوها في اللاطة وكتدخل الفران. ملي كطيب نخليوها حتى تبرد مزيان، تبرد مزيان عاد باش نشدو الشكلاط، الشكلاط الابيض كنشدو ندوبو في باماغي مع شويه ديال الزيت. ملي يدوب صافي نغطسوها في داك الشكلاط، من بعد من الشكلاط كنمرمدوها في الكوك صافي، وكنحطوها في طبسيل التقديم. هكا فيها الى فعلا هي كتجي زوينه هكا مع الفاكهه، نقدموها يعني للضياف، ممكن الوليدات يديوها معاهم المدرسه هكا كنوع من الشوكولاته، ممكن نقدموها في بلاطو مع الحلويات. الله يعطيك الصحه. أيه. كتجي شيشه كتذوب في الفم فعلا مع ديك اللوزه لداخل. لا فعلا حلوه راقيه وزوينه. تبارك الله عليك فاطمه عطوف، الله يعطيك الصحه، مشكوره على المشاركه ديالك. بارك الله فيك، ربي يخليك. ممكن نقدم تحيه؟ اييه تفضلي. كنسلم على ماما ديالي دابا حيت عيدات معانا مسافره مسكينه، الله يخليها لينا يا ربي امين. كنسلم على اختي حافظه بزاف عاطف، ايه مستمعه وفيه هي اللي زعمتني مزيان، انا معك كنحشم شويه. كنسلم على اختي حاجيبه عاطف، نادي عاطف، نعيمه عاطف، كل شيء خوتي خارج الوطن وداخل الوطن. ايه تحيه لكل الاسره ديالك. ولدي احمد والزوج ديالي. ايه الله يخليهم ليك والله يخليك للام ديالك. شكرا لك بزاف فاطمه عطوف على المشاركه ديالك. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر، ودائما رفقة الدكتورة صابرين الشوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم كنتكلموا حول اضطرابات وصعوبة في النوم اللي هو الأرق، وغادي نتعرفوا على الجانب الغذائي المفيد والأمور اللي مسموح بها والأمور اللي خاص يمتنعوا عليها من أجل النوم المريح وتفادي الاضطرابات في النوم. أهلا بك دكتورة صابرين. أهلا بك سناء. أهلا بك راديو، مرحبا بالمستمعين الكرام. شكرا لك. كنعرفوا لانه كثير من الاشخاص كيعانيوا من صعوبه في النوم في الليل، الارق يعني بصفه مؤقته، كاين مثلا كيكون مشكل يعني ولا حريق ولا الام ما كيخلناش نعسوا، هذا كيكون بصفه مؤقته، ولكن كثير من الاشخاص اللي تيكون مطول فيهم هذا الاضطراب ديال النوم او هذه الصعوبه في النوم. فقبل ما نعرفوا شنو كنقصدوا بالمفهوم الطبي ديال اضطرابات النوم او الارق، نبغيو اولا نعرفوا شنو المراحل اللي كيمر منها النوم، يعني في الوقت اللي احنا كنعسوا عادي اكيد على انه طبيا كاين مراحل ديال النوم. تماما. الوغ اولا غنبداو بتعريف النوم. النوم هو واحد المرادف ديال فتره ديال الراحه ديال الاسترخاء اللي كيكون فيها الوعي ديالنا غائب ولا مغيب. هي واحد المرحله اللي كيتم فيها ترميم جميع اعضاء وميكانيزمات الجسم، دونك هي واحد الفرصه اللي خصنا نستغلوها على اكمل وجه، لان هي اللي كيتم فيها داك الترميم وداك الاصلاح ديال جميع الميكانيزم. الوغ كيقول الله سبحانه وتعالى: ومن اياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله. معناها بان النوم هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني معجزة من معجزات الله. وابتغاؤكم من فضله يعني عنده واحد الفضل، عنده واحد لو غول. الوغ من هنا طبيا مشاو كي الأطباء ديال الأخصائيين في النوم كي يزيسيدو ديكوفغيغ
شنو هو لو رول ايفيكتيفمون ديال النوم. الوغ لقاو بان الدور ديال النوم هو مهم جدا. الوغ كيتحكم فيه واحد الهرمون، واحد الهرمون هو تري امبورطون سي لا ميلاتونين. عندنا واحد الغده سميتها الغده الصنوبريه، لا غلاند بيتويتير، هي متواجده في الدماغ. هذيك الغده هي اللي كتفرز لنا ماده الميلاتونين اللي كتعطينا لو سينيال اسكو اون فا دورمير ولا اون فا سو ريفيي. وهذيك الغده الصنوبريه كتخدم غير في الظلام، يعني خصها فريمون واحد ما تكونش اشعه الشمس، خصها الظلام، لان هذاك يعني لو فات كو ما كاينش الضو هو اللي كيصيفط لها ان ميساج. ملي كيصيفط لها ان ميساج كوم كوا راه ما بقاش الضو، الوغ اوتوماتيكمون هي كتفرز لنا ماده الميلاتونين. ماده الميلاتونين كتبدا تفرز ابتداء من 7 العشيه 8 العشيه، كتبدا كترتفع ملي كتوصل لواحد الحد اون غوسوا لو سينيال كو حنا متعوبين وخصنا نعسو دونك كنناموا. في حين بان في الصباح المبكر ملي كتدخل اشعه الشمس، فاشعه الشمس الوغ نورمالمون اشعه الشمس ملي كتدخل فهي كدير لنا واحد السينيال للشبكيه ديال العين. شبكيه العين كتصيفط لو سينيال ليبوتالاموس اللي هو ايغالمون غده كاينه في الدماغ، وليبوتالاموس كيبدا يصيفط ان سينيال للغده الصنوبريه باش الميلاتونين تنقص، وميلاتونين كتبقى تنقص بشويه بشويه باش ديك الساعه كنقدروا نفيقوا. الوغ هاد لو سيكل ديال لا ميلاتونين يعني كترتفع عند النوم وكتنخفض باش تعطينا لا سينيال ديال الاستيقاظ، كنسميه لو ريتم سيركاديان، ولا بطريقه مبسطه هو الساعه البيولوجيه الداخليه. يعني كل واحد فينا عنده واحد الساعه بيولوجيه داخليه اللي ما عندها حتى علاقه بالالارم اللي كنديروا في يعني الالارم باش كنفيقوا. نو عندنا اون هورلوج بيولوجيك ديالنا كتحكم فيها ماده الميلاتونين ديالنا، وهي اللي كتحكم لنا امتى غنعسوا وامتى غنفيقوا. ملي كيكون خلل في هذاك الهورلوج بيولوجيك كيضطر اضطرابات النوم. من اشهر اضطرابات النوم هو الارق لانسومني، الوغ كو اضطرابات النوم هي كثيره، مي اللي متعارف عليها واكثر شيوعا هو الارق. الوغ حنا كندوزو اكثر من ثلث العمر ديالنا ولا اكثر في النوم، سافي دير بلوس كو لو تيغ دو لوتر في اون لو باس وحنا ناعسين. دونك خصنا نستغلوا هذه الفرصه بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه باش نقدروا نستخرجوا منها تو لي بوان بوزيتيف. الوغ النوم نورمالمون خصو يكون من احسن ساعات النوم من 9 دو سوار لمينوي. داروا واحد الابحاث لقوا بان ساعه ديال بين 9 الليل 12 الليل النوم ديالها كيقابل 3 سوايع ابري مينوي. سافو دير الشخص اللي نعس مثلا ا 10 ولا 11 ساعه النوم ديالو كتساوي 3 اور ابري مينوي. دونك افضل فتره النوم هي بين 9 وبين 12 الليل، باش كما ديك لوريوج بيولوجيك ديالنا كتكون مقاده. غير والشخص كيستافد من هذاك النوم. وي افيكتيمون. الوغ كاين نوم خفيف ونوم عميق. الوغ النوم بصفه عامه كيدوز بزاف د المراحل. المرحله الاولى هي ملي كناموا على الفراش، ولكن العقل ديالنا مازال كيبقى مستيقظ، مازال بحال كفايق. داك التهيئ، داك الاستعداد للنوم. افيكتيمون. المرحله الثانيه هي مرحله النوم الخفيف اللي كتحدث فيها الاحلام، وكتكون فيها حركه العين سريعه. الوغ خصنا تعرفوا بان كاينه مرحله حركه العين السريعه اللي كتجي عده مرات اثناء النوم، اللي كيكون فيها الدماغ اكثر نشاط، وكتساوي الخمس ديال مده النوم. يعني بعض المرات كنقدروا نستيقظوا كل ساعه شويه، سي نورمال. الوغ المعدل الطبيعي اننا كنستيقظوا 10 سكوند باغ اور. دونك الا فقنا والعين بدات كتحرك، هذاك ماشي معناه بان خرجنا من النوم، هذاك معناه بان الدماغ ديالنا وصل لواحد الحاله ديال النشاط قصوى. اكزاكتومون. المرحله الثالثه هي بدايه النوم العميق. في هذاك النوم العميق كتوقف حركه العين السريعه، كتولي حركه العين ابطا ولا كتنعدم كاريمون. علاش؟ لان الدماغ كيكون مسترخي تماما. المرحله الرابعه هي مرحله النوم الاعمق، وهي اللي كيحقق فيها الجسم الاسترخاء والراحه. وفي هذه المرحله كيصعب علينا نفيقوا الشخص، وهي كتكون اشبه بالموت المؤقت، لان كيكونوا العضلات والجسم كلهم يعني في واحد الحاله ديال التخشب. يعني كنقولوا فرانشمون يعني واحد التخشب للجسم ديالنا. ضربات القلب كتكون فيه بطيئه، ايقاع التنفس كيكون ابطا، يعني بعد مرات بريسك ابسون، خصك تقرب من الشخص باش تحس به واش معاك واحد التجاوب فعلا. فوالا افيكتيفمون. وهذه المرحله اللي فيها النوم الاعمق هي المرحله اللي كيكونوا فيها لا ماجوريتي ديال الاضطرابات، يعني المرحله اللي كيكونوا فيها الكوابيس، المرحله اللي كيكون فيها داك الذعر، الفزع، الواحد كيقدر يقفز فيها، الوليدات الصغار كيقدروا يغوتوا فيها. وهذه الاضطرابات لا ماجوريتي كتكون في هذه المرحله ديال النوم الاعمق. لو سمحتي دكتوره، بالنسبه يعني للمراحل ديال النوم، ضروري على انه المرحله الطبيعيه عند كل شخص انه من النوم الخفيف يمشي النوم العميق، النوم الاعمق. بلوز اكزاكتومون، النوم الخفيف، النوم المتوسط، النوم الاعمق. النوم الاعمق غير هي ديفيرونس سي كوا. مثلا كاين الشخص اللي غينعس 6 سوايع
بغى يدخل في النوم العميق ديريكتومون عنده لو سيكل رابيد. وكاين الشخص اللي يقدر ينعس 9 سوايع ولكن غيفيق عيان فاتيغي باسكو ما غيدخلش في النوم العميق حيت لو سومي ريباراتور هو النوم العميق خاصنا نوصلو. يعني مثلا كاين الشخص اللي كيبدا النعاس ديالو في الليل كيدوز من المرحله النوم الخفيف كيدوز للنوم المتوسط وكيفيق كضربوا الفيقه كينوض. الوغ الا ضربته الفيقه وناض ملي غيرجع النعاس ما غيدخلش الاعمق غيعاود لو سيكل غيعاود عاوتاني خفيف متوسط دونك يقدر يفيق صباح مع 7 الصباح عمره ما دخل النوم العميق دونك فاتيغي فيزيكمون وما قدرش باش يركز كورون دو لا جورني دونك المبتغى من النوم هو النوم العميق. بالنسبه للحاجيات ديالنا في النوم اكيد على انه ماشي كل فئات العمر يا كبار صغار متوسطين شيوخ عندنا نفس الحاجيات ديال النوم وخاصه وانه كنعرفوا انه الصغار محتاجين النوم اكثر وحتى انه الكبار يعني اللي تقدموا في السن كيلقاو صعوبه على انهم يقدر غير ساعتين ينعسوها وكيحسوا على انهم مكتفيين وكيفيقوا. وي تماما. الوغ الاحتياجات كتختلف عندنا دي بروبريتي انديفيديوال عندنا يعني مثلا كل واحد لو بوزوان ديالو ديال النوم. مثلا الاطفال كيحتاجوا 17 يعني الرضع مثلا في الاول يكونوا 22 ساعه من بعد 20 ساعه الوليدات الصغار غدا كتنقص 14 ساعه الوغ وكيقل الاحتياج مع السن مي متوسط نورمالمون لو سومي عندنا سي اونتر 6 ا 8 اور من 6 ل 8 السوايع. كتزاد الحاجه النوم عند النساء عند الاطفال وعند نساء الحوامل وكتزاد الحاجه اوسي النوم فصل الخريف وفصل الشتاء. يعني كنلاحظوا بان مثلا فصل الخريف وفصل الشتاء كنعسوا اكثر من الصيف والربيع. علاش؟ باسكو الجسم ديالنا محتاج المده اطول النوم باش يعطينا واحد الطاقه او كورون دو لا جورني لان فصل الشتاء ولا الخريف كنحتاج لواحد الطاقه اللي هي كتكون اكثر باش كنرفعوا درجه الحراره ديال الجسم ديالنا. الميتابوليزم كيكون كيحرق اكثر دونك كنحتاجوا نعسوا اكثر والليل كيكون اطول في فصل الشتاء. واخا اكيد على انه كاين اسباب كثيره للاضطرابات ديال النوم وديال الارق فنبغيو نعرفوا يعني لانه كنعرفوا انه ملي تيكون مشكل يعني مبرصتنا اولا مثلا حريق ولا الم سواء ديال الدرس اولا ديال الراس وغيره تلقاو صعوبه على انه نعسوا باريحيه. Effective. بالنسبه للاسباب الواضحه واللي الواحد يحاول انه مع راسه يمشي يدير استشاره طبيه ولكن قبل يعرف انه راه عنده اضطراب وارق. الوغ اولا الاختلاف بين لا كاليتي دو سومي كيف ما قلنا كل واحد وعنده لي بوزوان ديالو الاحتياجات ديالو وكل واحد عنده القدره ولا القابليه واش غيدخل في النوم عميق ولا ما غيدخلوش. الوغ العوامل اللي كتحكم في هذا الشيء اولا عندنا عوامل وراثيه. يعني مثلا كاين دي فامي يعني اسر اللي كنصنفوهم اما شورت سليبر ولا لونج سليبر يعني اما نعاسه قلال ولا نعاسه كثار. يعني كتلقاي لا فامي كلها من الاب الام الابناء كينعسوا بزاف هذاك بحكم عامل وراثي. يعني عندهم واحد الكروموزوم معين في الاديان ديالهم كيعطيهم هذيك القابليه للنوم. وكاين الاسر اللي كتلقاهم ما كينعسوش بزاف وكيفيقوا مزيان. كاين الحساسيه للاصوات كاين دي جون كي سون هايبر سنسيبل. يعني مثلا كتلقاه ما يقدرش ينعس في اون شامبر اللي فيها اون اورلوج يعني داك حتى ديك ديال المكان داك الدقات ديال الصغارين ديال المكان ما يقدرش يسمعهم ولا صداع قليل كي ايفيكتيمون ولا ميم صداع ديال الزنقه الا كان عنده ما عندوش عنده بالفيتراج. دونك كاين ديك ليبر سنسيبيليتي دونك هادوك خصهم ينعسوا في واحد الجو اللي تري 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 كالم. كاين اوسي اسلوب الحياه يعني كيف ما قلتي اما ستريس التوتر اما شرب المنبهات الكافيين القهوه الشاي لي صودا يعني حتى المشروبات الغازيه كتحتوي على نسبه الكافيين ولا المشروبات انرجيتيك تهما فيهم ان بروبليم هادو كيزيدوا يهيجوا من لو سيستيم ديالنا دونك كيخليونا ما كنعسوش مزيان. كاين اوسي الناس اللي كيتعشاو بواحد الطريقه اللي هي شويه كثيره يعني لو ديني اكلات دسمه مثلا في الليل اما دسم فوالا اما دسمه اما سكريه دونك فيها بزاف ديال السكر لان السكر شنو كيدير كي هايب كيعطي واحد النوع من هيج فوالا كيهيج ايبر اكتيفيتي دونك كيهيج الجسم ديالنا. والماكولات الدسمه ولا البهارات كثره البهارات في الليل كتخلي المعده كتشتغل دونك كاع لي سينيو نيرفو كيمشيو للسيستيم ديجيستيف بلاص ما يمشيو يفرضوا لنا ماده الميلاتونين دونك بلاصه ما نعسو ونخليو عمليه الترميم سورتو كو الكبد كيشتغل في الليل دونك كيحاول يدير لنا واحد النوع من ديتوكس ناتشورال بالليل بلاصه ما نخليو الكبد يشتغل باريحيه لا كنخليو الجسم
مشغول المعده مشغوله كتهضم فديك الاكله الدسمه الوغ كو نورمالمون خص الاكل يكون خفيف بالليل. اوتر شوز سي كو الناس بزاف كيقول لك انايا مثلا كندير حميه غذائيه ما نتعشاش بزاف ناخذ على الديسير. هذا غلط لان الديسير كيحتوي على الفركتوز والفركتوز واخا هو سكر جيد ولكنه سكر. دونك كيف ما قلنا جميع انواع السكر سواء سكر ابيض سواء سكر ديال الفركتوز حتى هو في واحد النوع من التهيج. دونك خاصنا نيفيتيو داك التهيج ونيفيتيو داك التخمر لان كي دي فركتوز دي واحد النوع ديال لافيرمونطاسيون. الا بغينا نتناولوه هي با دو بروبليم مي ساعتين قبل ما ننعس 2 اور افون دو دورمي. واش كاين دكتوره الا سمحتي كاين شي مثلا شي حالات مرضيه ولا شي امراض اللي مثلا العلاج ديالها بالادويه كيقدر يعطي في الاثار ديالو مثلا جانبيه هو انه صعوبه في النوم ولا ارق؟ بيان سور. الوغ اولا المنومات، المنومات عندهم بزاف ديال السايد افيكتس. يعني حنا كنعطيو المنوم الناس اللي عندهم ارق مزمن ولا عندهم مشكل حقيقي في ديال النوم، ولكن داك المنوم شنو كيعطينا؟ كيعطينا نوم كيميائي، ما كيعطيناش نوم طبيعي. وهذاك النوم الكيميائي ما كيعطيش طاقه وكيزيد يفاقم الارق. دونك واحد بحال قلتي واحد الحلقه اللي هي كنبقاو ندورو في نفس الايام كنبقاو ندورو في نفس البلاصه. وبعد ما قالت الارق كيكون في غالبيه الاوقات الارق عرض وليس مرض، تان سامبتوم. دونك خصنا نفتشو على السبب على السبب. مثلا الارق بعد ما كات كيكون ان سيمبتوم ديال لا ديبرسيون ديال الاكتئاب. دونك كينوض الشخص ياخذ المنوم الوغ كو ما كيداويش الاكتئاب ديالو، دونك كيزيد يفاقم الارق ديالو. فوالا كيكون بعد ما كات الارق عرض على مشكل في الغده الدرقيه سورتو. يعني اغلبيه الارق كيجي من المشاكل في الغده الدرقيه، اما ايبوتيرويدي اما ايبرتيرويدي على حسب النوع. ولان كيف ما قلنا الغده الدرقيه كتفرز مجموعه من الهرمونات اللي كتحكم في الجسم، دونك اوتوماتيكمون فهي اي اضطراب ديالها كيجي على شكل ارق. دونك خصنا نفتشوا على المرض. خصنا نفتشوا على المرض هو الاول ونعالجوه، لانه الارق بعد نوبات كيكون يعني عرض من الاعراض. افكتيمون. واخا اكيد مثلا مواصلين رفقه الدكتوره صابرين الشوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اليوم كنتكلموا على اضطرابات والصعوبه في النوم اللي هو الارق. دابا اكيد لانه غادي نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفيه بعد الفاصل ونمشيو كذلك الجانب الغذائي، شنو هي الامور المواد الغذائيه مسموح بها اللي كتعطينا جوده في النوم، وشنو هي المواد الغذائيه اللي خصنا نمتنعوا عليها قدر الامكان تفاديا لاضطرابات النوم وتفاديا للارق. التواصلكم مع الدكتوره اتصلوا بنا دابا على 0522 88 00 61 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتورة صابرين الشوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري وأخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم كنتكلموا على اضطرابات النوم، وقبل ما نواصلوا ناخذوا يعني المكالمات الهاتفية نبغيو نعرفوا أولا كيفاش نعرفوا الشخص راه عنده اضطراب في النوم. ألوغ كنديروا واحد التشخيص بفضل واحد لاباغي سميتو بوليسومنوغراف اللي هو عبارة على تسجيل النوم. يعني الشخص كيمشي العياده المتخصصه في النوم لوي برانش هاد البوليسومنوغراف كيبات عندهم هذيك 24 ساعه باش كيديروا ان انغيستريمون ديال لو سوماي. هاد الانغيستريمون شنو فيه؟ فيه رسم ديال المخ يعني الكترونسيفالوغرام اللي كيعرفوها المغاربه بسميه الشبكه، كاين رسم القلب لو سي جي، كنسجلوا نسبه الاكسجين في الدم ونسبه الاكسجين اللي كتوصل للدماغ، كنسجلوا عمل القلب خارج النوم وخلال النوم، وكنسجلوا فيه اغلبيه الحركات اللي كيدير الشخص خلال النوم. دونك هذا البوليسومنوغراف وكيدوز الشخص هذاك 24 ساعه في العياده، ولو لوندو ماتان ملي كيفيق كنعطيو هذاك التسجيل وكنانليزيو معاه، يعني كنشوفوا معاه شنو شنو المشاكل اللي عنده في النوم تبعا على هذه المراحل اللي فسرت ديال يعني الحركه السريحه للعين وانعدام الحركه، النوم الخفيف، النوم العمق. دونك كنديروا له تحليل ديال كل فتره ديال النوم وكنشوفوا معاه فين عنده هذه الاضطرابات. وهو يعني هذا الشخص هو ناعس وي. يعني هذه الاضطرابات قبل ما يكون تشخيص طبي شنو هما الامور اللي غادي يحس بهم اللي غادي يعرف انه راه ماشي عادي؟ الو مثلا واخا كينعس الشخص اللي كيقدر ينعس 8 ساعات على الرغم بان كينعس 8 ولا 9 كيفيق الصباح دائما متعوب عنده اضطرابات مزاجيه على الصباح. يعني مثلا كيقول لك انا ما كنبغي نهضر مع حتى شي واحد الصباح تنشرب مون كافي. الوغ اللي عنده انخفاض التركيز، ضعف الذاكره، الخلل في الاداء الوظيفي في العمل،
مشكل في العلاقات يعني الشخصيه، العلاقات الزوجيه مثلا، الزوج كيشكي من الشخير ديال الزوجه ديالو، ولا لو كونترير، ولا الزوجه كتشكي من الشخير ديال الزوج ديالها. الوغ بعد مرات اوسي كاين حالات لان الشخص ملي كيمشي للخدمه باش كيجيه النعاس، يعني كتغفلوا عينيه او كوروند لا جورني. نورمالمون ما خصش دينا عينيه او كوروند لا جورني، لان احنا عندنا افراز واحد الماده اللي هي مهمه، ماده الكورتيزول، بمجرد كنفيقوا الصباح دونك اوتوماتيكمون سي اون هرمون دينيرجي، وعندنا افراز داك الهرمون اوسي مع ربعه العشيه والفوق، دونك سي اون هرمون دينيرجي. داكشي علاش الشخص ما خصوش دي عينيه في هاد بين 8 وبين هاد بين هاد الفترات، اكسبتي القيلوله، لان القيلوله فهي يعني محبده، يعني كنوصيو بالقيلوله باش العقل ديالنا يرتاح. مي القيلوله خصها تكون قبل من ربعه العشيه، حيت مع ربعه العشيه كيتم افراز الكورتيزول، دونك الكورتيزول خصو يلقانا فايقين نشيطين. سينو الا نعسنا فوق هذاك الوقت فاحنا كنفيقوا براس ثقيل افيك اون ميغرين كيضرنا. الوغ جوستمون الوغ في الدين ديالنا فمكروه القيلوله بين العصر والمغرب، وملي فتشوا عليها علميا لقوا بانه مكروهه لان عندها علاقه بافراز ماده الكورتيزول. داكشي علاش الواحد اللي غينعس معطل غيدير اون سياس تارديف، غيحس براسو راسو ثقيل عليه باسكو الكورتيزول ما لقاش فين يتفرغ. والاشخاص اللي كيكونوا ناعسين مثلا كيحسوا بحال عندهم يعني صعوبه يعني في التنفس او بحال الاختناق، هذيك كتسمى لابني دو سومي. كيف ما قلت البوليس ملي كنديروا التسجيل ديال النوم، فحنا كنسجلوا معاه اوسي نسبه الاكسجين، كتشوفوا حتى نسبه الاكسجين. فوالا لابني دو سومي هما الناس، الوغ اغلبيه الناس اللي عندهم مشكل السمنه وسورتو عندهم مشكل السمنه في الرقبه ولا عندهم هايبرتروفي اميغداليان، يعني اللوزتين منفوخين بزاف. الوغ هادوك عندهم مشكل تنفس، دونك كيخليهم كيفيقوا بالليل لان كيتخنقوا، دونك خصهم يفيقوا يتنفسوا ويعاودوا يرجعوا ينعسوا. الوغ دابا الطب لقى الحل لهادوك الناس اللي عندهم لابني دو سومي، سكو كاين واحد لاباغي صغير كيحطوا وحدهم ملي كيبغيو ينعسوا فيه ان ماسك كيديروه وكيغيغليوه توت لا نوي، بان كيعطيهم نسبه الاكسجين اللي هما محتاجينها في الليل، لان داك لابني دو سومي الا بقات وما داواتش مع الوقت كدير مشاكل في الرئتين وكدير مشاكل اوسي في الدماغ، لان الاكسجين ما كيوصلش للدماغ بواحد الطريقه اللي هي كافيه. دونك كيطرى لنا واحد النوع من النسيان، بيان سور يعني بريديسبوزيسيون لالزايمر، يعني الناس اللي ما كينعسوش مزيان والاكسجين ما كيوصلش للدماغ مزيان فهم اكثر عرضه لمرض الزهايمر. واخا غادي ناخذ اول مكالمه معنا فاطمه من فاس. الو الو فاطمه. الو الو السلام عليكم. لاله مرحبا. عليكم السلام. الله يبارك فيك. نشكركم على البرنامج. العفو هذا واجب. مرحبا فاطمه تفضلي، شنو التساؤل ديالك الدكتور؟ الله يخليك. السؤال ديالي انا كتجيني السخفه وعندي الاعصاب، كيقول لي شوفي طبيب الاعصاب. وي. وما بغيتش نشوف الطبيب على الدواء غيعطيني، انا ما عنديش مشكل في النوم كنعس عادي. وي. وبغيت ما بغيتش نشوف الطبيب على باش ما يعطيني ديك الكينات اللي كينعسوا بزاف. وي. وكنسمع بشي حاجه طبيعيين بحال واحد الدواء كيقولوا لي ميل بيرتوي. وي وي بحال هكا والفاليريان اللي وي وي شريفه. الوغ الميل بيرتوي والفاليريان هما احسن ادويه تاخذيهم على شكل كومبليمون اليمونتيغ، وهما كيلقاهم عافاك في لي بارافارماسي. حيت هاد الميل بيرتوي وهاد الفاليريان ماشي اسم دواء، هذا مكون العشبه اللي مكونه الدواء داكور، وغتاخذي كومبليمون اليمونتيغ. كاين اوسي ماده لاميليس وماده لوبيبين. داكور هادو كلهم مواد تقدري تاخديهم، عندهم واحد المفعول اللي هو سوفت، يعني كيهدئ ولكن بدون ادمان بدون مشاكل، يعني الا من الاعشاب من الاعشاب سي دي بلانت ما فيهمش اثار جانبيه. وعافاك سؤال اخر. وي لالا عافاك. واحد ماده دابا عند في الشرق وفي الدول الاوروبيه واحد فيتامين كا اثنان كيقولوا لي هما الكيت، واش ما كيدخلش عندنا للمغرب؟ الله يجزيك بخير زعما الدواء. لا ما كيدخلش عندنا للمغرب. لا ما كيدخلش. مرحبا لا لا ما كيدخلش ما كيدخلش عندنا للمغرب. غير هي باش نكونوا واضحين، ماشي اي فيتامين سمعنا به فهو افكتيفمون كاين، لان من غير الفيتامينات اللي حنا كنعرفوا لي ا بي سي دي والمجموعه باكملها والفيتامين ك اللي مثلا اللي كدير مشكل ديال تخثر الدم عند النقص ديالها، بعد المرات كيكون اكثر اشهار واكثر ضجه، وكنسمعوا مثلا شي اسماء الفيتامينات اللي حقيقه ما كاينينش. داكور.
على الاقل كيف ما يعني دارت فاطمه يعني استشرت داوي الاختصاص يعني وتواصلت معنا من خلال البرنامج مرحبا. وبالحضور يعني يعني الاطباء يعني تيكونوا عارفين اكثر احسن ما اننا نعرفوا حويجات من الانترنت effectivement. وتكون ماشي يعني صادقه 100% effectivement. واخا معنا عواطف من جرف الملحه. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لله. كيف صحتي يا دكتوره بشري؟ الحمد لله. صحتي لله سنة على الله يبارك فيك عواطف تفضلي. انا بغيت عندي واحد السؤال بغيت نسخه الدكتوره. تفضل. انايا في الليل ما كيديش نعاس ما كنعش مزيان كنعس 12 ونص ولكن وعاوتاني كيولي ضربني فايقه في هذيك الجوج ونص ما كنعش مره قولي كنبقى فايقه ما كيدينيش نعس مره واخا اما نعس عندي مخسر ما كنعس شي شويه نولي نفيق نعس شويه نولي نفيق كنبقى فايقه. واش من ديما؟ لا انا عندي وقع لي واحد المرض صافي من تما مابقيتش. شنو وقع لك بالضبط؟ كنت وقع لي واحد الكسر كنت تهرس وي ومي درت واحد العمليه من تما مابقاش كيديني نعس هذه 7 سنين مشت الناس. واش بقى فيك نوع من الفوبيا يعني نوع من الخوف؟ بقى فيا وكيبان لي واحد الخيال كان الخيال شي خيال خايب وفي النهار لا درت شي حاجه هكايا مثلا شي حاجه خايبه هكايا شي حاجه شي واحد سمعته دار شي حاجه قدامي شي حاجه وي كيبان لي اللي كيجي قبالتي هذاك الشيء كيبان كان خايل داكوغ ما عندي وما عندي بحال لي الخوف بحال هذاك الشيء كنبقى الضمير ديالي كيألمني كنقول علاش درت ديك الحاجه علاش درت ديك الحاجه ما كنعش ما كيدينيش نعس مره الله يعطيك السلامه واخا لا انا غنجاوبك توت سويت انا عواطف مرحبا يسمعينا وحنا غنجاوبك تفضلي دكتوره. الوغ عواطف عندها واحد النوع من لا فوبي اللي كتخليها ما كتقدرش تنعس. الوغ قبل من النوم كاين واحد المرحله اللي كنسميوها مرحله الفا واحد لي زوند الفا اللي كيطلقهم لو سيرفو ديالنا هي كتراوح ما بين 5 حتى 10 دقائق قبل النوم. الوغ نورمالمون خصك تولفي بان ديك 5 حتى 10 دقائق قبل ما تدخلي النوم تكوني مستلقيه في السرير ديالك وديري واحد النوع من الاسترخاء يعني تفكري في كل ما هو ايجابي وتأورغانيزي يعني تنظمي اليوم اللي غيجي من بعد بواحد الطريقه ايجابيه يعني سورتو ما خصكش تاني بضميرك لان داك الشيء اللي داز يعني يا با دو روغري داكو خصنا نحاولوا نبنيو الغدلين يعني نساو اللي داز هذاك النهار لان في النوم فاحنا كيف ما قلنا الوعي كيتلغى دونك شكون اللي كيبقى خدام عندنا اللاوعي واللاوعي ديالنا ما خصناش نخليوه يتحكم فينا الا تحكم فينا غيجيب لنا يعني كل ما هو كيزعجنا دونك حنا اللي خصنا نقبضوا لي بغيد الوغ شنو هما هاد لي بغيد هو الخيال يعني الخيال ديالنا خصنا حنا اللي نشكلوه كيف ما بغينا سافدير هذاك المرحله ديال الفا خصنا حنا نكونديسيونيو بها اليوم اللي غيجي من بعد يعني تكون كلها ايجابيه نفكروا في اي حاجه ايجابيه باش اوتوماتيكمون منين نعسوا تجينا واحد الافكار اللي هما ايجابيين يعني على سبيل المثال معظم العباقره في العالم تم الالهام ديالهم وجابوا الافكار ديالهم خلال النوم يعني ملي فاقوا الصباح لقوا راسهم بان الافكار اللي جاتهم اللي قدروا يزيدوا بها القدام والابتكارات جاتهم فتره النوم يعني خصنا نستغلوا النوم باش نوجدوا الحل وباش نكونوا ايجابيين يعني غنديروا سكون ابل اون اوتوثيرابي الوغ هذا كيدخل في واحد العلم اللي تم اكتشافه زعما في اوروبا وكيخدموا به بزاف اللي دابا يلاه في المغرب بدا دخل شويه سي ليبنوز سي التنويم المغناطيسي اللي يعتبر الوغ احنا في المغرب يعتبر كطب بديل ولكن في اوروبا وفرنسا يعتبر طب يعني داخل في لارسونال ثيرابوتيك في جميع لي زوبيتو كيشتغلوا به بزاف كيشتغلوا به بزاف في العمليات الجراحيه افيكتيمون اي ميم في لو سومي دابا ملي قلت ملي هضرت على هذه مرحله الفا يعني احنا خصنا نديروا اون اوتو ايبنوز يعني نحاولوا حنا نهبطوا داك لو ريدو اللي هو لي بوبيير ديالنا اللي هو الجفون ديالنا ونكونديسيوني المخيله ديالنا يعني مثلا اش من بلاصه كتعجبني ولا اش من منطقه كنتمنى نمشي لها على واحد الحاجه اللي كتعجبنا ولا الطبيعه ولا نشوفوا افيكتيفمون ولا نفيكسيو فين بغيت نوصل ونشوف لي زوبجيكتيف اللي بغيت نوصل لهم باش كما سامني غندخل نعس فغنخلي الخيال ديالي غينطلق هذا بالنسبه لتو سكون ابل الطاقه الايجابيه واخا غادي نمشيو للجانب الغذائي كنعرفوا انه التغذيه مهمه جدا يعني افكتيفمون وخاصه في موضوعنا اليوم حول الارق وحول اضطرابات ديال النوم فنبداو بشنو المواد الغذائيه او الامور اللي كتشوفي على انه مزيانه واللي غادي تساعدنا على الجوده في النوم وكذلك على واحد ندخلوا في واحد النوم اللي مريح في استرخاء في كل شيء الوغ باش نوصلوا لمرحله النوم كيف ما قلت لا ميلاتونين هي هرمون اللي كيعطينا داك لو سينيال
باش كيعطينا السينيال سيكو الغده الصنوبريه كتفرز الميلاتونين. كيفاش الميلاتونين كتعطي السينيال الجسم بان خصو ينعس؟ عبر نواقل عصبيه. اهم ناقل عصبي هو التريبتوفان. ماده التريبتوفان هي واحد الحمض اميني اللي هو بريكورسور دو لا سيروتونين. شنو هي السيروتونين؟ هو هرمون السعاده. الوغ الا بغينا نعسو مزيان فخصنا ناكلو الاكل اللي كيجيب تريبتوفان، باش تريبتوفان غيجيب لنا هرمون السعاده، باسكو لا سيروتونين هو سر الراحه والاستمتاع. سافو دير كو خصنا نوجدو النوم ديالنا بواحد الطريقه اللي غنستمتعوا بداك هذاك الفرصه ديال الراحه اللي عندنا. الوغ من بين الاكل اللي غني بالتريبتوفان، الوغ كاين الموز. الوغ الموز فهو غني بالتريبتوفان وغني بالبوتاسيوم، يعني ما فيها باس ناخذوا يعني واحد اون بانان قبل ما ننعسوا داكو ساعتين بيان سور التفا ديال الفريكتوز. وبالنسبه للناس اللي كيديروا حمية وكيخافوا من الوزن ناخذوا نص اون دمي بانان. الوغ كاين الحليب واللبن. الوغ كويس الحليب دافي ولا كويس ديال البن ولا رايب. فمشتقات الحليب هما غنيين بالكالسيوم وغنيين اوسي بتريبتوفان. بيان سور منوعين على الناس اللي عندهم قولون عصبي واللي عندهم لي كولوباتي فونكسيونيل، عندهم مشكل في الهضم لان سكر اللاكتوز يقدر يدير لهم تخمر. دونك انا كندوي بالنسبه للحليب ومشتقات الحليب بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل في الجهاز الهضمي. كاين اوسي اليانسون فوالا. الوغ جميع انا كنسميها اسره النوافع. الوغ كاين نافع، كاين حبه حلاوه ولا اليانسون، كاين الشمر، كاين بودور فوالا بودور ديال الشمر اللي هو البسباس. دونك جميع هذه الاسره فهي كدير واحد الاسترخاء العضلات واسترخاء الاعصاب، دوك كتعطينا واحد التهيئه للنوم. كاين اوسي البابونج الوغ لا كامومي. الوغ لا كامومي نديرو واحد المغطس للرجيلات، يعني نديرو ميها سخونه ونديرو فيها عشبه لا كامومي ونحطو فيها رجيلاتنا قبل من النوم، لان اهم لي تيرمينيزون نيرفوز هما موجودين في لا بلونت دو بي. دونك هما اللي غيصيفطوا ليا السينيال ديال الاسترخاء. داكشي علاش بعد المرات ملي كنغسلو رجيلاتنا بميها سخونه فحنا اوتوماتيكمون كنحسو براسنا ارتاحينا. كاين اوسي الخزامه، فالزيت الطيار ديال الخزامه جد امبورطون تري امبورطون بور لو سومي. الوغ اما نديرو واحد الكميمسه ديال الخزامه تحت الخديه فوالا، ولا ندهنو بهذاك الزيت الطيار ديال الخزامه لي طومب. لي طومب هي المنطقه اللي جات يعني بين العين وال هي فين ملي كيدرنا راسنا كنشدو يعني افكتيمون منو. الوغ هي محاربه الخزامه، محاربه للارق. كاين اوسي الكيوي. الكيوي غني جدا بماده الميلاتونين وماده تريبتوفان. بيان سور نتناولوه ساعتين قبل من النوم فوالا. كاين الشعير، يعني حسوه ديال الشعير ولا التلبينه اللي هي سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هي جد غنيه بتريبتوفان ومريحه للاعصاب. كاين بيان سور توت لي سورس دوميغا 3 وفيتامين بي 6، لان اوميغا 3 وفيتامين بي 6 فهي محاربه للارق. بيان الاوميغا 3 البيتيت فين كيلقاهم؟ كنلقاهم في الاسماك الكرا الميدما بيان سور طون والماكريل والسرديل. السرديل شويه ثقيقه في الليل، دوك كنفضلوا شليضه فيها الطون يعني كتجي شويه خفيفه اون ميم طون فيها لي اوميغا 3. بالنسبه لفيتامين بي 6 فهو كاين اوسي في لي غرين جميع انواع الزرارع، يعني الزريعه ديال الكتان، الزريعه ديال الشيا، الزريعه ديال تورنوسول، يعني نور الشمس، يعني كاع نور الشمس فوالا. الوغ بالنسبه لليل انا كنفضل الباتر سيدز، يعني كنشدو دوك الزرارع وكنطحنوهم بواحد الطريقه اللي ماشي كنوصلوا للبودغ، كنوصلوا للباتر الزبده، كنوصلوا للزبده. وبيان سور ندهنوا هذاك الزبده ديال هذيك الزريعه على خبيز الشعير. دونك اون فا ماكسيميزي تريبتوفان، يعني مثلا العشاء يكون خبيز ديال الشعير مدهون بهذاك الباتر سيتس معاه نص موزه داكوغ، ومعاه كويس اما ديال اليانسون اما ديال النافع اما حليبه سخونه. دونك عندك الاسترخاء وكيهيئ لنا النوم فوالا. الوغ كاين اوسي الجود فخوي روج، يعني الابحاث الاخيره لقات بان عصير الفواكه الحمراء سورتو الكرز فهو فيه ماده تريبتوفان بواحد الشكل اللي هو عالي جدا. داكشي علاش مثلا ملي كناكلوا اللحم الملوك فحنا كنحسوا اوتوماتيكمون، ولا لي ميختي لي فرامبواز كنحسوا بواحد السعاده يعني اكثر ما كاينه واحد
لو غوبا كي كونسيستون بيان سور نبعدو على السكر. الماكله ما خصهاش تكون دسمة، ما تكونش ثقيله في الليل، ما تكونش ثقيله. القرعه الحمراء بالنسبه للقرعه الحمراء، وخاصه انه كنسمعوا لانه الزريعه ديال القرعه الحمراء اللي كطحن مزيان وكيديروها في الحليب او لا في الماكا مشروب راه كتساعد على الاسترخاء. الوغ كيف ما قلت انا يا الاوميغا 3 فهي كاينه جميع الزرارع، دونك الواحد يقدر يختار اش من زريعه بغى ياكل. انا عطيت واحد الطريقه ديال باتر سيت باش كومسا يعني الواحد ما يتلفش بزاف، وبوغ ماكسيميزي التريبتوفان، يعني مثلا نقدروا نقبطوا انواع الاكل اللي قلت ونجمعوا ثلاثه ولا اربعه ديال لي سورس دو تريبتوفان. يعني خبز ديال الشعير فيه هاد الزرارع مطحونين فيه نص بنانه، يعني مجموع فيهم. فوالا واحد الحاجه اخرى كان انسيستي على الاعشاب، مثلا ملي كنقولوا البابونج ولا كنقول الاسره ديال النوافع، فانا كان انسيستي بان ما نغليوهمش، لان كاين واحد الاعشاب اللي كتولي سامه ملي كنغليوها مع الماء. يعني حنا نغليو الماء هو الاول عاد نديروا معلقه ديال النافع. فوالا اوتخ شوز نتجنبوا مدرات البول. علاش؟ لان مثلا الناس كينعسوا كيقول لك كنوض بالليل بوغ اوريني، الو خصنا نعرفوا علاش. اما الشخص ما شربش الماء النهار كله وجات العشيه ولا الليل بقى كيشرب الماء، ولا الاكل ديالو فيه مدرات البول. مثلا من اشهر مدرات البول هو الكافيين، يعني لاتيين والكرافس. يعني مثلا كنا غنديروا اون سوب ديال الخضر بالليل، ولكن غناكلوا السيلغي ما ناكلوش بالليل، ناكلوه بالنهار، لان الكرافس فهو مدر للبول، هو او ميم طون كيداوي لا فيزيكول بيليغ، يعني هو يا صحي ولكن غينوضنا بالليل، غينوضنا بالليل. نجنبوا المنبهات كيف ما قلت، يعني اتاي القهوه الصودا المشروبات الانرجي الانرجيتيك وي. الوغ بالنسبه لي اوسي نجنبوا لي فخوي بالليل لانهم فيهم فريكتوز، واوسي لانهم فيهم لا فيتامين سي، دونك لا فيتامين سي منعشه، دونك اوتوماتيكمون فوالا كنعسوا مثلا مع 11 12 وكضربنا فيقه مع 3 كتقول علاش؟ لانك انت خديتي الديسير قبل، هو فيه لا فيتامين سي، ولا فيتامين سي فهي منعشه، ولكن الوقت غير مناسب انك تاخذها في الليل. وبيان سور الوغ من بين النصائح العامه، احنا خصنا الحراره ديال لا شامبر تكون بين 20 حتى 22، يعني ما تكونش بارده بزاف وما تكونش سخونه بزاف. الوغ نيفيتيو الملابس اللي كنعسوا بهم، ما خصهمش يكونوا سيغي، خصهم يكونوا جد مريحين فعلا. داكوغ الوغ فوالا ممنوع الجوارب، يعني واخا يكون البرد فممنوع السوكس، لان ما كيخليوش الرجيلات كيتنفسوا، دونك اوتوماتيكمون كنحسوا بشي حاجه بحال مزيرانه بالليل. الوغ لا شامبر كوشي خاصها تكون مكان النوم، يعني ماشي مكان لحاجه اخرى، يعني ما نقراوش ما نقراوش فيها، ما نجيبوش معنا اللابتوب، ما نغارديوش لا تيلي، دونك في لا شامبر كوش تكون خاصه، يعني خاصها تكون خاصه نوم، باش اوتوماتيكمون لو سيرفو ديالنا ملي كندخلوا في السرير فحنا كندخلوا باش نعسوا. اوتر شوز ندير واحد كيف ما قلت نوع من الاسترخاء ولا غولاكساسيون قبل ما نعسوا. بيان سور لا بونسي بوزيتيف، يعني ديما نكونوا ايجابيين. الوغ ونقاوموا داك الاحساس، مثلا عندنا ارق، يعني ما نتشبطوش بداك الارق، ونبغيو ناخذوا منومات ونبغيو ادويه. واخا غادي ناخذوا معنا خديجه من دار البيضاء. الو خديجه. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا على عفاف. مرحبا خديجه، مرحبا، بارك الله فيك اللي خدك، وشكرا للدكتوره. مرحبا لاله. في الحاله هذه كنبغي نتصل بها الطبيبه، ولكن مع الاسف ما كيحصلش. الحمد لله وكتاب اليوم. مرحبا بك خديجه. شكرا بزاف لكم. مرحبا. الله يخليك. انا بغيت نقول للدكتوره بانني هذه تقريبا اكثر من عام ما شفت النعاس في الليل. وي نهائيا. الوغ مشيت لعند الطبيب ديال القلب، كان عندي اضطرابات قلب بعد نوبات، كتجيني داك الخفته، داك السخفه ديال الضربه ديال القلب. وهذا قلت يمكن عندي مشكل من القلب، مشيت عند الطبيب قال لي ما عندك والو في القلب، قال لي عندك لونغواس. لونغواس وي. وعطاني واحد الفانيد ديال النعاس، كناخذ ان دومي كومبريمي، ولكن ذاك دومي كومبريمي كينعسني. مثلا الا خديته مع 10 الليل كنعس مع هذيك 10 ونص 11 لاروب، كتديني عينيا ساعتين من بعد كتضربني الفيقه كتبقى حتى الصباح. داكور. نوض الله يقبل في الليل الفجر وعاود نبغي نحاول نعس، والو وي ما كاينش النعاس. دابا هاد الاضطرابات اللي عندي ما عرفتهاش منهاش، واش من المشاكل اللي عندي؟ واش بيان سور من المشاكل اللي عندي. وكنت كنوزن 76 كيلو، دابا كنوزن 56 كيلو. دونك هبطتي 20 كيلو. داكور.
هبطت الوزن بزاف. وبار كونتخ العشاء تنحاول زعما ما كناكلش لا لحم في الليل لا دجاج. غالبا كناكل حاجه الحليب، يا اما رويزه بالحليب، يا اما صبه بالخضار، يا اما داك الشوفان بالحليب، يا اما هذاك هربل او ديال البلبوله. هادشي واش هذاك الحليب اللي كناخذ مثلا تقريبا دائما ما يضرنيش ماشي خايب؟ الوغ ما ناخذوش شاك جوغ، لان كيف ما قلت اللاكتوز فهو كيقدر يتخمر، دونك ما ناخذوش الحليب شاك جوغ. حاجه اخرى الوغ لونغواس ما كنتريتيوهاش، ما كنداويوهاش بالدواء ديال بالمنوم. شنو هي لونغواس؟ يعني عندك واحد النوع من القلق، داكوغ، فوزيت اونغواسي، يعني هناك مشاكل، يعني هناك خلفيه نفسيه، دونك اوتوماتيكمون خصك تمشي عند طبيب نفسي، لان الدواء ديالك ماشي هو منوم اللي عطاك لو كارديو. خصك من غير المنوم كما قلنا الارق ولا قله النوم فهو عرض وليس مرض. دونك خصنا نفتشوا ياك ما كاين عندنا واحد الاكتئاب تما اللي مخبع. دونك باش الطبيب ديالك خصو يعطيك، يعني كونت اون تروف اون انغواس لو اون انكسيتي، الدواء ماشي هو سومنيفير بوحدو، فهو سومنيفير زائد ان انكسيوليتيك داكوغ ولا ان انتي ديبريسور. دونك خصك تمشي عند طبيب نفسي باش يعطيك الدواء المرض اللي عندك، لان غالبا المشاكل النفسيه والمشاكل الحياتيه اثرت فيك. لان دابا عندك جوج ديال الاعراض مهمين ما خصناش نغفلوا عليهم، اولا النوم ما بقاش، ثانيا فقدان الوزن. وفقدان الوزن من علامات الاكتئاب. دونك الشريفه خصك تمشي عند طبيب نفسي، عند مسيكياتر، باش يعطيك الدواء ديالك. بوتيتر سي اون ديبرسيون ماسكي بيان سور. خصك ديري تحاليل ديال الغده الدرقيه ياك ما عندنا تما اون هيبرتيرويدي اللي خدات لك هذا الوزن. وخصك ديري تحاليل ديال السكر، لان داء السكري اوسي كيجيب معاه واحد النوع من الارق. شكرا لك بزاف دكتوره صابرين الشوي، طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه، على كل هذه المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتينا اليوم في موضوعنا حول اضطرابات النوم الارق. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج اللامولاتي، لكم تحيه سعيده عقل رفقتنا اليوم في الاخراج، وسميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو.